هزيج من الماضي الجميل، ألعاب شعبية، ملابس تراثية وأكلات حجازية تعيد نبض الحياة في المنطقة التاريخية في مدينة جدة التي امتلأت أزقتها بالزوار في مهرجان جدة التاريخية أتاريك. فكرة أتاريك انطلقت من منطلق أنه نحن نبقى ننتقل بالمهرجان من مرحلة التراث إلى مرحلة التراث بالترفيه. أقرب حاجة لإدخال السرور والبهجة هو الضوء، فنحن اخترنا حاجة تراثية هي الأتريك. المهرجان ولله الحمد بيحقق نجاحات جميلة. احنا اليوم عدد زوارنا وصل أكثر من 230 ألف زائر، وعندي إحساس قوي إن نحن إن شاء الله خلال العشر الأيام حنكسر حاجز المليون بإذن الله تعالى. بين رواشين المباني القديمة يعيش الزائر تجربة فريدة بلقطات تحاكي الماضي. نورتونا في حارتنا، نورتونا، أنست وشرفت يا زوار المهرجان. ويشاهد أصحاب المهن القديمة التي كانت في حارات جدة. قرب عندنا يا زين. انا اللبان اللي ادور في الحواري، اللي ما يقدر يروح للمحل احنا نودي له اللبن. كما فتح اصحاب البيوت القديمه ابوابهم ليعرفوا هذا الجيل بعيشه اجدادهم. ويقدم المهرجان 65 فعاليه منوعه ككلمه حجازيه ومتحف الطيبين. وتميز المهرجان بتمازج تقنيات حديثة تبرز الفن المعماري للمباني القديمة. أشعلت جدة أتاريكها لتستقبل الزوار في مهرجان جدة التاريخية أتاريك في نسخته الرابعة، وذلك في المنطقة التاريخية المسجلة على قائمة اليونسكو. بلقيس باسلوم، بوابة العين الإخبارية، جدة.